يسعد صباحك سلمى. صباح الخير لك. كيفك؟ يسعد صباحك. ان شاء الله دومتي بخير يا سلمى. صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه، من وين ما كنتم رافقيننا بصباحنا لليوم. مشوارنا الصباحي بلش معكم، وكالعاده دائما بنقول امنياتنا لنا ولكم انه هذا النهار وغيره يحمل كل الخير الصحه والسلامه وجبران الخاطر واكيد الرزق الكريم يا سلمى. صحيح رشا، ومثل العاده رح نكون مع مشاهدينا ومع محطات متعدده ومتنوعه مع ضيوفنا الاختصاصيين بين الطب وايضا القانون والمساحة الاجتماعية، ولكن خلينا نروح لفاصل صغير ونبلش فقراتنا. سلمى، بأولى محطاتنا لليوم حنروح للفقرة الطبية، ودائما بنشوف أشخاص كثير بيعانوا من مشاكل الجلد، اليوم رح نخصصها لفطريات الجلد، ودائما بيبقى مشاهدينا السؤال الأبرز لدى الجميع إنه هاي الفطريات كيف تتشكل وشو هي أهم أسبابها وهي شو هي أهم طرق العلاج. اليوم رح نضوي على هاي الحالة يا سلمى. صحيح رشا، رح نحكي اليوم عن فطريات الجلد، وطبعا هي كائنات حية مجهرية تنتشر بجميع الأوساط، لكن عدوى الجلد الفطرية ممكن تنجم عن سرعة تكاثر بعض أنواع الفطريات التي تعيش طبيعيا في الجلد أو جراء ملامسة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة المصابة بالعدوى أو التقاطها من البيئات الرطبة، لتظهر في مناطق متعددة من الجسم، وعادة لا تكون عدوى فطريات الجلد خطيرة في حالات معينة. لتفاصيل أكثر خلينا نرحب بضيفتنا لليوم الدكتورة وهيبة سليمان، اختصاصية في علاج الأمراض الجلدية. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن حالة شائعة خلينا نقول بين الناس، ولكن بشكل نسبي بداية طبيا وعلميا خلينا نعرف بفطريات الجلد ووين أماكن أكثر أماكن تواجدها على الجسم. ممكن تصيب الشعر، ممكن الأظافر، يعني كل ملحقات الجلد بتصيبها، ممكن تصيب من عندنا من شعر الفروة حتى أخمص القدمين. الفطور الجلدية في عندنا فطور المعدية، هي عادة معدية ممكن من الحيوان للإنسان، في حالات من إنسان لإنسان، وأحيانا هي ممكن من التربة موجودة اللي بيمشوا كتير بالمسابح، ممكن ياخذوا هالعدوى على الرطوبة على التماس كمان بتصير هالعدوى. في عندنا بس في فطور اسمها النخالية المبرقشة، هي البقع اللي بتطلع على الصدر على الظهر، هي ما أنا معدية، هي مثل ما تفضلتوا هي نوع من الموجودة بشكل طبيعي على الجلد. في ناس عندهم استعداد انه تتكاثر وقت الرطوبة وقت التعرق، فبتتكاثر بتعطينا هالبقع البنية، البقع البنية او احيانا حمامية وصفية شوي ممكن تتحول لبقع ناقص لون، احيانا ممكن الواحد يفرق بينها وبين البهاق احيانا، بس هي عادة انه بتتراجع وبتتحسن مع الوقت. هي ما أنا معدية يعني، بس الباقي الفطور، الفطور اللي بنشوفها على الجسم اللي بتطلع بشكل بقع مدورة، بنحس الشفاء المركزي بالوسط بتكون طيبانة كل ما بتزيد عند الحواف، فهي معدية كتير بنشوفها ممكن مسافات القدم عند أقدام الرياضيين، ونفسها هي الفطور ممكن تنتقل وتصيب المنطقة التناسلية وبين الفخذين، خاصة عند الذكور بسبب طبيعة المنطقة التشريحية إنه دائما التياب ضيقة الاحتكاك، فهي الفطور بنشوفها كتير. في عنا الفطور اللي بتمنا كتير اللي بنشوفها هلأ كمان كتير هلأ عند الصبايا، الفطور الأظافر طبعا بنشوفها عند كمان الذكور والكبار بالعمر، يعني الكبار بالعمر فطور الأظافر يعني 40-50% بيكونوا مصابين فيها نتيجة انه هي على لبس الأحذية الضيقة. بالنسبة للفطور الأظافر وحتى القدمين اليدين القدمين هلأ بنشوفها كتير بسبب تركيب الأظافر، الجل اللي عم نحط على الأظافر عم يصير كتير بيئة مناسبة لأنه هالفطور تتكاثر وتصير تشوه بالضفر. طيب دكتورة خلينا نحكي، اليوم حضرتك وضحتي أنه فطريات الجلد هي مانا معدية بأغلبها. لا بالعكس هي معدية، بس في عنا الفطور النخالية المبرقشة مانا معدية، بس هي مانا معدية. طيب خلينا نقول اليوم في كتير أنواع، ولكن في أكثر شيوعاً، شو هي الأكثر شيوعاً وكيف ممكن يكتشف شخص أنه هاي فطريات فيتوجه؟ لأنه في ناس بتخلط أحياناً بين الفطريات وبين البقع أو الحساسية اللي بتصير الموسمية. طبعاً هي يعني تقريبا هلا اسعافات الفطور الفطريه هي كثير شائعه وممكن تختلط مع كثير، يعني بالتشخيص ممكن تشبه الصدف،
ممكن تشبه الاكزيما، ممكن النخاليه الورديه، فاي بقى اي مريض لازم يشوفها لازم فورا يتجه لطبيب الجلديه، لانه العلاج فرضا عالجنا طلعت سعفه، راح الصيدلي اعطاه كريم كورتيزون سعفه يعني فطريه، فهي بدها تزيد. وهلا نحن كثير عم نعاني من انه تعنيد الفطور على العلاج، فالادويه تبع الفطور للاسف ما في كثير فيها تطور، ممكن ادويه الالتهاب الصادات الحيويه دائما للأسف. فنحن بدنا نضل على كذا نوع، مثلا التربينافين صار في مقاومه كثير عليه، في عندنا الجريزوفولفين، الايتراكونازول، كلها عم نلاحظ انه المريض عم نعطيه الدواء شهر وشهرين ممكن يتحسن، بس في حالات انه بعد ما يوقف الدواء عم يرجع. مثل ما قلنا دائما التوجه للطبيب فورا حتى ما نحط ادويه ممكن تزيد الفطور وتزيد فتره العلاج. فتره العلاج يعني طويله، خاصه بالنسبه لفطور الاظافر اليدين والقدمين، انه الفطر الطبيعي ليطلع بده اشهر، فكيف الفطر الضفر اللي في فطور، فنحن بدنا نعطي ادويه الفطر بالطريق العام خاصه فطور الاظافر. وموضوعيا في عندنا كثير موضوعيا، واهم شيء ننتبه التهويه، يعني مو انا اعطي الدواء ويضل واحد لابس بوتله رياضه كل الوقت، لا لازم تهويه، احذيه مفتوحه، طبعا بس يعرق كثير بيجي بيغسل المريض بينشف منيح، اهم شيء التنشيف لانه على الرطوبه كثير ممكن انه تزيد الفطور. علاج اكيد عند الطبيب، ما نلجا لابدا لعلاج مثل ما اخذ جارنا، مثل ما اعطانا الصيدلي، ومثل ما قلنا في استعفات ممكن بالجسم ممكن بالراس، استعفات الجازم الا هي بتصيب الاطفال كثير، بتنتقل كثير من الحيوانات، فما لازم كل ما شاف واحد قطه كلب بيقعد يلعب فيهم بالشارع، لان ممكن كثير هدول يقعدونا ويساووا لنا هالاستعفات. هي الاستعفات ممكن تصير بالراس، بتعطينا بقع مدوره، الشعر بيكون فيها مزوز يعني مقصوص، بنحاول نسحب الشعر بينسحب بسهوله، واذا ما تعالجت مضبوط ممكن يصير عندنا حصات حتى ندبيه، خاصه اذا التهبت وصار عندنا تجرثوم وفاتت الجراثيم غير بقى الفطور، فبصير عندنا حصه ندبيه. فكثير لازم ننتبه للاطفال، نعالجهم مضبوط، ما بنوب نستهتر بهالموضوع، لانه ممكن يصير عندنا ندبات خاصه بسعفات الفروه عند الاطفال. أكيد دكتورة، مثل ما ذكرت اليوم رحلة العلاج ممكن تكون طويلة، بدها صبر من المريض يعني، وبدها دائما تشييك دوري. نحن حنكفي بحديثنا ونروح لسبل الوقاية كرمال ما نروح بهي المشوار الطويل من العلاج، ولكن كالعادة سلمى. أكيد رشا، رح نروح مع مشاهدينا لغرفة الأخبار، ولكن بس قبل ما نروح استفسار صغير. حضرتك قلتي في مشكلة هلأ كتير شائعة وموجودة، إنه ناس عم تروح عند الصيدلاني تاخذ دواء كورتيزون، تمام، اللي هي الكريمات الكورتيزون، وبالتالي عم بيصير في تعنيد. نحن بنعرف الكورتيزون يعتبر يمكن اخر شيء بالادويه ممكن يتاخذ، لانه بيعمل اعتياد يعني. لا، الكورتيزون اذا كان بمحله مرض اكزيما ممكن موضعي بالصداف، هو دواء ممتاز يعني، هو سيف ذو حدين مثل ما بنقول، بس مثلا انا احطه على آفة فطريه، هلا في بعض الافات الفطريه بيكون فيها التهاب شديد كثير، ممكن اعطي الكورتيزون يومين ثلاثه بس لتخف الحده الالتهابيه، مشان ما يصير مثل ما قلنا بسعفات الفروه، مشان نخفف الالتهاب ما يصير ندبات، بس فتره كثير قصيره. بس الكورتيزون بس ينعطى بالافات الجرثوميه، بالافات الطفيليه، بالفطور، اكيد بده يفاقمها كثير، فضروري جدا نحن نتوجه للطبيب عن ظهور اي افه جديه. في افات كثير كثير بتشبه الفطور، مثل ما قلنا النخاليه الورديه تقريبا نفس البقع، فهي ما بدها اي علاج، فهي بتروح بشكل تلقائي ممكن تطول، فانا كمان ما ضروري اعطي دواء فطر، ممكن يوصف الصيدلي او اي حدا انه دواء فطري، ممكن هذا ياثر على الكبد على كثير شغلات وما في داعي، فلحنا ضروري التشخيص لنقدر العلاج المناسب. صحيح، كنا عم نحكي عن موضوع الكريمات والكورتيزون وبعض الادويه اللي ممكن تتاخذ خطا وتعمل تاثير سلبي بدل ايجابي. اكيد مثل ما قلنا انه العلاج لازم يكون انه الطبيب هو يوصفه، دائما التهوية كتير ضرورية، أهم شيء الوقاية من الفطور. الأولاد الصغار ننصحهم بالمدارس مشان ما تنتقلهم، لأنه ممكن تنتقل من إنسان لإنسان، ممكن من حيوان لإنسان وحتى من إنسان لإنسان، فمو يحطوا طاقية من طفل لطفل، بكلة الشعر كله هذا بيساعد إنه ينقل، مو بس الفطور، ممكن الأمل الرأس، القوباء، الالتهابات الجلدية الجرثومية كلها، فدائما الواحد أغراضه تكون لحالة. حتى كمان النساء بس يروحوا يساووا اظافيرهم، مع انه كثير هي شغله سيئه وقت شائعه كثير دكتوره. ايه طبعا انه لازم ادواتهم، لانه حتى التعقيم ما في شيء انه يعقمه بشكل كامل. ننتبه كثير وقت يشيلوا الجليده تبع الضفر، انه هي كثير بتاثر، لانه ممكن تاثر على رحم الضفر وما يعود يطلع الضفر مضبوط.
ردود الاظافر دائما هي بتحرض للفطور، فدائما انتبه اللي بياكلوا اظافيرهم كذا كله بدنا ننتبه، وكل ما عالجنا بشكل اسرع فهو افضل. يعني الاظافر بس نشوف اي انحلال بالضفر، اي تغير بلون الضفر، اصفر ابيض، تسمك بالضفر، فلازم يتوجه فورا للطبيب. أكيد دكتورة، بعض النصائح والإجراءات الوقائية هي قادرة يمكن تحمينا اليوم من رحلة علاج طويلة. ودائما نحن في سؤال بنسأله إنه مين هن الأشخاص معرضين أكثر للإصابة؟ هل في أشخاص يعني عندهم حالات مثلا جلدية مرضية سابقة هن مهيئين أكثر لهي الإصابة؟ هلا هو يعني الفطور إذا موجودة ممكن أي شخص ياخذها، بس طبعا وقت يكون الناس المثبطين مناعيا عم ياخذوا أدوية مثبطة للمناعة بيكون انتشارها أكثر الفطور، فبدل ما تكون بقعة صغيرة ممكن تصير بقعة تنتشر على كل الجسم. فضروري هدول دائما انه وقايه لهم، انه بالاصل وقايه من كل الامراض، مو بس من الفطور، من الفيروسات، من الجراثيم، من اللي عم ياخذوا ادويه مثبطه مناعيه، من مرضى السرطان او المرضى بالاصل اللي عندهم مثلا السكري كثير بيصير عندهم بين الاصابع اداء افوات لهم مبيضات، هي نوع من الخمائر. في عندنا الفطور، في الفطور العاديه البويغاء الشعرويه، وفي عندنا المبيضات. المبيضات البيض هي من الله بتصير كثير محل ما في انه تلزيق بعضهم مثلا الاصابع، فبصير عندنا تعطن، بصير سطح ابيض بين الاصابع خاصه القدمين، وهي بنخاف منها عند المرضى السكريين او المرضى المثبطين مناعيا. ممكن من كتل الرطوبه بصير تشقق، بتفوت الجراثيم، وممكن يصير عندنا التهابات جرثوميه تاليه. فاهم شيء مثل ما قلنا، وقايه، احذيه مفتوحه قدر الامكان لو انه هلا نحن بالشتاء، يعني بالبيت دائما يكون مفتوح. بس يبدا الفطر ممكن اذا سعفه صغيره بدايه الفطر ممكن كريم موضعي يؤدي يكون كافي، بس طالما انتشر فكتير لازم نتابعه. مثل ما قلنا للاسف صار عندنا حالات معنده كتير على العلاجات بالادويه الفطور، فلازم تعالج لو لفتره طويله ونتابع دائما. ونلاقي هلا مثلا عائله مثل ما هي كلهم جايين معباين كلهم هالدوائر هالسعفات الفطريه، نعالج واحد بيطيب يرجع الثاني، فبدنا ننتبه كثير. دائما الواحد اغراضه لحال، تهويه قدر الامكان، وصحه للجميع ان شاء الله. يعني هي اهم النصائح يمكن دكتوره. هل في شيء معين بتحبي تضيفه قبل ما نختم؟ مثل ما قلنا انه دائما الثياب، الادوات خاصه اللي عم يساوي اظافيرهم تكون خاصه بكل شخص لحاله. نبتعد الحيوانات، يعني حتى الحيوانات مو بس بالطريق، حتى حيوانات كثير منزليه يكون عليها فطور بيقولوا لنا ايه ملقح الحيوان، وهي ما دخل، هي ما في لقاح للفطور، فبيكون عندنا هيك مثل قشر ابيض. متى ما شفنا سعفات على جسم المريض فاكيد لازم نطلب منهم انه يبعدوا بشكل كامل على الحيوانات، لانه التماس معها بيساوي لنا الفطور، وممكن طبعا امراض ثانيه. اكيد دكتوره ما تشكرك ونتشكر حضورك اليوم، وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتيها، يعني ودائما نقول هيك شويه وقايه خير من العلاج. شكرا كثير. شكرا لك دكتوره. شكرا كثير. سلمى، حنروح ضمن تقرير لزميلتنا سونيا النصر الله. اليوم النوم سلطان مثل ما بيقولوا، يعني وخاصة بهذا الوقت، يعني شوية برد على شوية شوب، لسه الطقس ما عطانا انه هو الشتا بحب النوم كمان. الناس بتحس حالها هيك بدها تضلها مدفاية، ما لا حيلة تقوم. بس في ناس عندهم فرط بساعات النوم، مو انا فرط. هاي دكتورتنا عم تشاركنا تقريرنا اليوم. انا كثير بحب النوم بالشتاء، يعني في ناس، يعني خلينا نروح ضمن هذا التقرير لنعرف اليوم شو هي ساعات النوم المعتدله، وشو هي حالات الحالات اللي ممكن الشخص يكون فيها عنده حاله افراط بساعات النوم، ضمن التقرير التالي لزميلتنا سونيا النصر الله. ما اهميه النوم الصحي لاجسامنا، وما عواقب فرط النوم عليها؟ النوم هو مفتاح العافية وأساس التوازن، وقلته أو الحرمان منه يسبب التعب الدائم ومشاكل صحية جمة على المدى الطويل، والإكثار منه يؤثر سلباً على الصحة وجودة الحياة ككل. لذلك يجب معرفة التوازن بين ما نحتاجه لأجسادنا والابتعاد عن ما يضر بها أو يؤذيها. فالنوم الصحي الكافي يساعد الدماغ لتخزين المعلومات والاحتفاظ بالذكريات والمعلومات المهمة، ويعزز عملية التعليم ويحسن التركيز والقدرة على الاستيعاب. فالأشخاص الحاصلين على قدر كافي من النوم الصحي يتمتعون بإنتاجية أكبر وأداء عملي أكثر جودة وتركيزاً.
وله دور إيجابي في رفع مستوى الصحة النفسية وتحسين المزاج ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب. أما فرط النوم فهي حالة تصيب الأشخاص وتجعلهم غير قادرين على البقاء بحالة استيقاظ في أوقات النهار رغم حصولهم على ساعات كافية من النوم ليلاً، وهي حالة مرضية لم يتوصل العلم لسبب واضح حولها. ممكن أن يلعب تغيير نمط الحياة أو تناول بعض العقاقير الطبية دوراً في زيادة فرط النوم، لذلك يجب على من يعانون منه البدء بعادات صحية جيدة والحد من تناول الكافيين وممارسة الرياضة قبل النوم واتباع نظام غذائي صحي للتغلب على الشعور بالنعاس والذي يؤدي لانخفاض الحماس. لكي تتمتع بنوم صحي، تجنب النوم لساعات طويلة في النهار وحدد موعد ثابت لنومك واستيقاظك. تجنب التدخين والوجبات الثقيلة وخفف من استخدامك للأجهزة الإلكترونية قبل النوم. لا تتوجه لفراشك إلا فور شعورك بالنعاس، فأفضل ما يمكن أن تمنحه لجسمك هو النوم بعمق لساعات كافية لتوازن بين ساعات النوم واليقظة وتنظم إيقاع ساعتك البيولوجية وتحظى بذاكرة أفضل وجسد أكثر طاقة وحيوية. رح نروح لمحطتنا القانونية ورح نحكي اليوم عن الوصاية. كثير بنسمع بهذا المصطلح وخصوصا للأطفال بعد ما يفقدوا طبعا المعيل أو الأب، من هم الأوصياء؟ ما هي شروط الوصاية الصحيحة؟ وما هي السن التي تستمر إليها الوصاية؟ كل هاي التعريف وتفاصيل ضمن القانون السوري رح نتعرف عليها اليوم مع ضيفنا المحامي رامي عقيل. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ رامي. أهلا وسهلا بحضرتك. سعد صباحك. اليوم عم نحكي عن موضوع شائع، واليوم في عدة أطراف ممكن يكونوا هنن أطراف في هذا الموضوع، إن كان من عائلة الأب أو عائلة الأم. بداية خلينا نعرف بالوصاية بنظر القانون السوري. الوصاية هي الحق في التصرف أو في منح التصرف على أموال القاصرين وعلى نفس القاصرين، يعني هي الحق اللي ممكن أو الصلاحية اللي ممكن يمنحها الأب أو الجد لحدا كرمال يتصرف بأمواله وبنفسه للقاصر. القاصر اللي عرفه القانون السوري هو كل من لم يبلغ سن الرشد اللي هي منصوص عليها بالمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية 18 سنة ميلادية، من لم يتمها فهو بحاجة دائما لوصاية يدير أمواله ويدير نفسه ويدير تصرفاته القانونية بالمجتمع. طيب أستاذ رامي، خلينا نعرف كمان شغلة. اليوم الوصاية بتبدأ بس لما بيكون الأب متوفى ولا إذا كان في حالة غياب؟ يعني نحن شفنا بسنين الحرب في كتير آباء كانوا ضمن حالة المفقودين، يعني فهل يصح تعيين وصي على الأبناء أثناء غياب الأب أم فقط حالة الوفاة؟ لا، هذا الموضوع هو شائك شوي. اليوم في لغط بالمفاهيم بين الوصاية والمؤقتة والوصاية الدائمة بين موضوع الحضانة. نحن فينا نختصر الأمور على الشكل التالي: الوصاية تكون هي الوصي الحقيقي هو والد الأطفال، وبحال وجوده هو بيتصرف بأملاكهم أو بتصرفاتهم القانونية. بحال وفاته أو بالقانون مثل ما سماها عدم الأب بيكون الجد العصبي، هم تنتقل للجد العصبي. وبحال عدم وجود الجد العصبي وعدم الجد تعيين الجد العصبي اللي هو أبو الأب تماما وبحال عدم التعيين من الأب أو من الجد العصبي، التعيين بده يكون طبعا خطي ومجاز من المحكمة، يعني بتنعمل وصاية وبتنبعت عن المحكمة، والمحكمة إذا شافتها مستوفية لشروطها الشرعية والقانونية بتجيزها أو ما بتجيزها إذا كانت مخالفة أحد القوانين. بهي الحالة إذا ما في عنا حدا، المحكمة بتعين من تلقاء نفسه وصي. يعني نحن حتى موضوع العم الأم الخال كذا، هذا بده يكون يا بتعيين خطي وأجازته المحكمة يا المحكمة عينته. طيب أستاذ رامي، خلينا نروح للأم. يعني اليوم كيف نظر القانون السوري لموضوع الوصاية بالنسبة للأم؟ هلا إذا كان المقصود بالسؤال الوصاية على مال القاصر أو على أموال القاصر تصرفاته القانونية، فهذا الأمر ما منح للأم. وأنا حسب وجهة نظر شخصية، هذا ليس مبرر بالقانون، هذه وجهة نظر شخصية، أنه الإمرأة عاطفية والرجل أقل تأثرا من العواطف، فخاف وممكن قد يجوز
من انه يعني عاطفتها الغالبه تخلي تعطي اولادها المصاري لحتى ممكن هذا الشيء يهدد بانه تتبدد هي الاموال. ولكن لابد ان نشير انه كمان القاضي الشرعي المختص ممكن يمنحها الاذن بهذا الشيء، وممكن كمان ومو ممكن هذا حاله رائجه يوميا. نعم. السفر بالاطفال بيمنحها مثلا ولايه الوصايه المؤقته للسفر باطفالها. اما موضوع النص القانوني ليش ما منح الام فهو يعني غير مذكور هذا الشيء. طيب خلينا نقول المؤقته يعني بتكون بموافقه مين يعني؟ هلا هذا الشيء دائما السلطه التقديريه للقضاء حسب الظروف وحسب الموضوع وحسب الاب وين مسافر متوفي، مين في من عمومه ومين في من جده بالبلد، من خلال طبعا بيانات ان كان بيان حركه انه هو خارج القطر، من خلال بيان وفاه انه هو متوفى، القاضي دائما له السلطه التقديريه، يعني هو وصي هو ولي هو دائما صاحب القرار بهذا الامر. طب استاذ رامي، كثير اوقات بنسمع عن بعض خليني اقول المشاكل اللي بتنشا بين العائلات بسبب الوصايه، بانه العم لانه وصي تم استخدام كل الأموال مثلا أو استغلالها بشكل غير صحيح، الأولاد فقدوا حقيتهم مثلا بإدارة مالهم أو اتاخذ مالهم، نسمع كثير عن هاي القصص للأسف. فحاليا كيف بيتعامل القانون؟ هل هذا الشيء ممكن إذا تم الإبلاغ عنه مع إثباتات يتغير الوصي؟ أكيد اليوم الوصي في عليه يعني له واجبات وعليه التزامات، في امور مسموح له يتصرف فيها وفي امور ممنوع عليه. هلا نحن مثلا ممكن نحكي على سبيل المثال لانه القائمه تطول، الوقت ما بيسعفنا لنذكر كل البنود. مثلا انا اليوم التصرفات نوعين، تصرفات نافعه نفع محض والتصرفات ضاره ضرر محض، في تصرفات دائره بين النفع والضرر. هلا اليوم الوصي لما عم يعمل تصرف نافع نفع محض، مثلا عم يتقبل هبه للقاصر، فهذا ما عاقب عليه القانون، انه بالعكس عم يجيب له منفعه للقاصر، بينما مثلا انه يتصرف بماله يبيع عقار له يعمل قسمه عقار بدون ما يرجع للمحكمه، اكيد هذا التصرف باطل. وبحال مثل ما تفضلتي تبين لاحقا انه هو جاوز السلطه الممنوحه له، اكيد القاضي هو مختص بانه بابطال هذا التصرف. في كثير تصرفات هو غير ماذون له يعملها الا بموافقه القضاء، مثل مثلا يعني البيع الشراء، التصرفات نقل الملكيه، في كثير على سبيل المثال هذول وليس على سبيل الحصر. طيب استاذ رامي، حضرتك ضويت على خلينا نقول شو منح القانون للاوصياء وشو منعهم، اذا بنحكي عن موضوع الواجبات، واجبات الاوصياء تجاه الاطفال، شو اهم الوصيات لليوم؟ أو الواجبات. تماما. هلا بدايه نحن في شروط لصحه الوصيه او الواصي، الوصي يكون على القاصر، بدايه بده يكون عادل ويقوم باداء الوصايه بشكل عادل، بده يكون كامل الاهليه، بده يكون من نفس مله القاصر، هذا ينص عليه القانون. واكيد مطلوب حسن السلوك وحسن السمعه والعدل والعقل والبلوغ والرشد. شو نصح؟ انه هو مثلا ارتأى انه القاصر قبل بلوغه سن ال 18 عنده عته او جنون، يقدم تقرير للمحكمه يقول انه انا يعني برتقي اني انا ضل وصي عليه لانه هو عنده وضع معين. طبعا هون المحكمه لازم تبحث بالامر، تعمل الفحص والخبره للوصي، واذا تبين صحه الكلام تعطي التقريرات تمدد للوصايه مثلا. هي احد الامثله المهمه للوصي. طبعا يحافظ على ماله، يقدم حساب سنوي للمؤيد بالمستندات للعمليات البيع والشراء ونقل المال له، يفتح حساب بمصرف خاص بموافقه المحكمه لحتى يودع فيه كل شيء عائدات للقاصر خلال 15 يوم من تسلمه اياها، وممكن المحكمه تقدر له كفاله للوصي على نفقه القاصر. طيب خلينا نحكي كمان دكتور، اليوم حضرتك استاذ رامي حضرتك قلت فكره مهمه انه في كثير شغلات حد فيها القانون، نحن حكينا عن بعض البنود، معلش خلينا نذكر البعض الاخر بما يجوز ولا يجوز للوصي بانه هو يتدخل فيه. مثل ما قلت لك بدايه الامر مثلا موضوع التصرفات نقل الملكيه، البيع والشراء لا يجوز اكيد، مثلا انفاقه من اموال القاصر، الزواج مثلا اليوم، الزواج اكيد مشروط، يعني هو اساسا قانون الاحوال الشخصيه بعمر معين وباراده معينه، هو يعني اذا دون سن ال 18 هو اساسا يعني ما في زواج دون سن 18 يعني. انفاقه من امواله مثلا على التركه، في شغله كثير مهمه مثلا فينا نتطرق لاسقاط حقوقه القانونيه مثلا او تنازله عن دعاوى، انه اليوم هذا الولد او هذا القاصر عنده دعاوى يتنازل له عنها ويسقط له حقه بالمراجعه القانونيه لاحقا.
ديون مترتبة على التركة يسكرها من حساب القاصر مثلا، هي كلها بدها إجازة من المحكمة أي تصرف. طيب أستاذ رامي، خلينا نضوي على نقطة، وهي يعني قانونيا إذا كان في مثلا خلينا نقول إزالة للوصي قانونيا أمام أي محكمة، وكيف يتم هذا الإجراء؟ العزل. العزل يعزل إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان. أسباب الحرمان هي ذكرت بنص المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية. بالمناسبة نحن بداية الحديث نسينا نشير أنه المشرع أفرد حوالي 23 مادة قانون الأحوال الشخصية المعدل القانون رقم 4 لعام 2019 من المواد 176 للمادة 199. أسباب الحرمان ممكن تكون إذا انحبس، إذا كان في عليه حكم بتهمة سرقة أو تزوير أو جرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة. في عنا كمان ممكن يكون إذا كان أعلن إفلاسه فهو ما بيحسن يكون وصي حتى يرجع يعاد اعتباره. في كمان عنا أسباب إذا هو كان مسيء للأمانة، في إذا كان في خلاف بينه وبين الوصي وبين مصلحة القاصر أو حتى زوجته أو زوجها أو فروعه أو أصوله، أي حدا بتعارض مصلحته مع القاصر فهون تحقق سبب. ومثل ما قلت لك موضوع الحبس، إذا انحبس سنة فأكثر بقرار مبرم تسقط تلقائيا، القاضي هون بعين له وصي مؤقت. طيب استاذ رامي، اليوم ابرز المشاكل اللي بتواجهكم بما يخص ملف الوصايه وبتشوفوها بشكل يومي خلينا نقول بالمحاكم؟ هلا مثل ما تفضلتوا بدايه حديثكم موضوع يعني نحن بظل احداث المرأة على بلدنا، في كثير يعني رجال فقدوا او توفوا او ما بيعرفوا عنهم اهلهم شيء، اولادهم كبروا، اولادهم اليوم عندهم صار اجراءات تصرفات قانونيه، ممكن بدهم يبيعوا عقار، ممكن بدهم يسافروا، ممكن كثير يعني الامانه في جهود جباره من المحاكم الشرعيه ليعالجوا امورهم، بس كثير الامور عم تكون مشربكه. وكمان العائق الكبير اللي دائما بنسمع عنه بحياتنا اليوميه انه ام مثلا انفصلت وبدها تاخذ اولادها وتسافر، وهي ما بيحق إلا لأنه اليوم بقانون 2019 تتعدل بعام 2019 نص على أنه لازم موافقة الطرفين، يعني حتى الأب ما عاد بيحسن يسافر الأولاد بدون موافقة الأم، وكثير في حالات رجعت مع الحدود لحتى جاب موافقة الأم الخطية. طيب أستاذ رامي، قبل ما نختم حديثنا معك، من خلال عملك ومن خلال الحالات اللي شفتها ضمن المحاكم، شو هي أهم التوصيات أو النصائح القانونية اللي بتحب هيك اليوم تضوي عليها ضمن صباحنا؟ هلا نحن دائما يعني النصيحه الاوحد لنا انه دائما راجعوا اهل الاختصاص، نحن ما عم نحكي اليوم بس بمجال الوصايا، نحن دائما مع الاسف الشديد هذا يعني هذا مرض من امراض مجتمعنا انه بنعطي اذننا للعوام، يعني انا بنقول تجربه حضرتك وبدي اطبقها على حالي، اليوم كل تجربه لها خصوصيتها ولها شروطها، فدائما انا بنصح مراجعه اهل الاختصاص قبل اجراء اي تصرف قانوني كرمال تحمي حالك وتحمي حقوقك. اكيد معلومات جدا مهمة، نتمنى نكون يعني حكينا عن كل التساؤلات اللي بتخطر ببال الأشخاص اللي بيتابعونا عن الوصاية. شكرا لك لوجودك معنا. كلك ذوق، أهلا ومرحبا. شكرا أستاذ رامي، يسعد صباحك، وشكرا لك للمعلومات اللي ذكرتها، أهلا وسهلا بحضرتك. أما هلأ يا رشا رح نروح لطرطوس، وتحديدا لقلعة من أهم القلاع الأثرية اللي بتقع بمنطقة الشيخ بدر، وتعتبر من أهم القلاع أيضا التي تميزت بتحصينها لتضاريسها الصعبة ضمن الجبال، قلعة الخوابي. تفاصيل أوفى عنا بالتقرير الآن. قلعة الخوابي، قلعة تقع في منطقة الشيخ بدر في محافظة طرطوس، وتعود تسميتها إلى الخابية، وترد في مصادر أخرى إلى الجوابي ومعنى الجابية باللغة الآرامية مكان الحفظ والتخزين. يعود تاريخ بناء القلعة إلى القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين، وكانت القلعة بحوزة محمد بن علي حامد في عام 1011، وجدد بناؤها سنان راشد الدين عام 1160. تتألف القلعة من حارتين، الأولى حارة سنان راشد الدين وهي أعلى مرتفع من مركز القلعة، وقد احتفظت هذه الحارة على بعض معالمها القديمة كالأقبية ومرابط الخيل. الثانية ويقال لها حارة السقي، ولم يبق منها شيئا على الإطلاق، وهي عبارة عن أطلال من الحجارة المختلفة الأحجام لبيوت سكنية قديمة، إلا أنه عند الخروج من القلعة باتجاه البوابة الرئيسية هناك على الجدار صخرة نحت عليها ثلاثة حروف يونانية، وربما تكون رمزاً لإله النصر.
بنهاية صباحنا لليوم سلمى حنروح للفقرة التربوية للأطفال واللي دائما بتحفزوا نفسيا وعلميا وثقافيا، واليوم عم نشوف انه الأهل صار عندهم اطلاع جدا واسع على المهارات اللي عم نشوفها ان كان عند الكادر التدريسي او كان ضمن الكادر اللي عم يعطي أنشطة خاصة. طبعا هدول الأنشطة عم ترافق التدريبات العلمية وعم تكون كتير أهميتها فعالة بالنسبة لذكاء الأطفال، بالنسبة لتفكيرهم خارج الصندوق. اليوم قد عم نشوف إقبال من الأهالي على هاي الحالات يا سلمى أو هاي المهارات؟ صحيح رشا، وعم بيكون في نتائج جدا مهمة عم بتطور أكيد من النمو العقلي والتفكير المنطقي عند أطفالنا. اليوم رح نحكي عن السوسودوكو، وهو برنامج بيعتمد على شبكات المعلومات بهدف تطوير التفكير المنطقي عند الأطفال إضافة لتحسين الذاكرة. نتعرف أكثر على تفاصيل عن هالبرنامج وكيف آلية عمله وتدريب الأطفال عليه. بصيرنا يكون معنا بالاستوديو الأستاذة رودينا عز الدين، وهي اختصاصية بمهارات الأطفال. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. اسعد صباحك. يعني صباح. اليوم هيك المصطلح شوي غريب على الناس، السوسو دوكو، خلينا نعرف فيه شو هذا البرنامج. هلا السوسو دوكو هو لعبه من الالعاب المميزه والممتعه جدا للعقل. هي التسميه اجت تسميه يابانيه، سو دوكو تعني الرقم الوحيد. اجت التسميه من الشرط الاساسي باللعبه وهو عدم تكرار الرقم، الرقم بيكون وحيد. اما سو دوكو، مؤسسه تعلمني عودتنا اي برنامج بدها تقدمه للاطفال بتقدمه بنكهه خاصه، فهي اضافت له يعني سر انشاء الشبكه سيكريت اوف سودوكو، فلهيك كان تسميته سو دوكو، لانه الطفل بمؤسسه تعلمني بيطلع بينشئ شبكات غير انه هو بحل الشبكه. حلو، صار عندنا فضول سلمى. اكيد. استاذه رودينا، خلينا نبلش نحكي اكثر عن شو هي الاساسيات لهذا البرنامج وكيف آلية تطبيقه. تمام. هلأ المبدأ الأساسي ببرنامج السودوكو هو الاحتمالات. تمام. في عنا شبكة كبيرة هي مكونة من تسع أعمدة مع تسع أسطر مع تسع يعني كتل، إذا بدنا نقول مكونة من 64 خلية. هي الشبكة لنحلها نعتمد على فكرة الرقم والمكان، فنحن لازم هذا الرقم ما يتكرر بالمكان المحدد له غير مرة واحدة. نبدأ بالأرقام من 1 إلى 9، ما لازم يتكرر ضمن السطر، ما لازم يتكرر ضمن العمود، ما لازم يتكرر ضمن الكتلة الواحدة. طيب خلينا هيك نحن عم ندردش نستعرض اليوم هيكلية اللعبة كيف عم تكون أو هي المهارة، ونحكي اليوم الطفل من أي عمر بيقدر يبلش بهي المهارة؟ يعني هل اليوم في عمر محدد ليقدر يستوعب هو شو عم يساوي؟ هلأ جمالية هي اللعبة إنه هي بتاخد جميع الأعمار، يعني ضبطة مع كل الأعمار. ليش؟ لأنه نحن بنبدأ مع الأعمار الصغيرة، إذا بتحبي تشوفي الكتاب مع الرموز هاد للأعمار، يعني فينا نقول 4 سنوات. فينا نبدأ من عمر 4 سنوات. تماما. بيبدأ الطفل بالرموز، بنشتغل على شيء قريب من قلب الطفل وعقله، نشتغل بالفواكه بالخضروات بالألوان بالألعاب وبالأشكال. فيما بعد ننتقل للأعمار الكبيرة ونشتغل مع فكرة الرقم، ننتقل يعني نحن من المحسوس للملموس للمجرد. نعم. تمام. طيب عم نشوف مع حضرتك، هي حضرتك قلتي الرقم هو أساسي بهي المعادلة. هلا أنا هون شايفة اللي هي الأدوات أو الفواكه، كيف بتم استبدال الرقم بهذا الشيء؟ يعني مثلا أنه ما يتكرر الألم مثلا بنفس العمود. بالضبط. تماما. نحن نبدأ مع الأطفال طريقة بسيطة بعدين نبلش بال. تمام. نبدأ معهم بتدريجيا، نبدأ بشبكة إذا ملاحظة عندك فقط 4، يعني هني 4 كتل فقط موجودة. بنعلم الطفل أنه هذا المكون أيا كان المكون ما لازم يتكرر ضمن هاي أكثر من مرة، غير مرة واحدة فقط، يعني ما بيتكرر أبدا. هون سلمى بهذا الكراس عم نشوف اللعبة كيف مفصلة، هون يعني طلعنا للشبكة الأساسية اللي اسمها سودوكو. هي شبكة السودوكو هي فقط لهي التسعة بتسعة. خلينا نقول نحن عم نبلش تمهيدي عند الأطفال. تمام. نبدأ 4 بـ4، ننتقل للستة بستة، لننتقل للتسعة بتسعة. التسعة بتسعة هي السودوكو الأساسي. تماما. ولكن لمني أوصل للسودوكو الأساسي أنا بحاجة أتنقل من مرحلة لمرحلة، نعلم الطفل الطريقة أسهل. طيب هلا هو شو لازم يعمل بهي الجداول؟ يحدد اذا في رقم مثلا متكرر، يقول انه هون في رقم متكرر، ولا لازم يعبي الفراغات الموجوده عنده. هلا نحن هون شبكات محلوله، انت فتحتي على الكتاب المحلول مع رشا يمكن الكتاب. تمام. هلا هو لازم يدور وين في عنده فراغ ويعبي. تمام. هون بالضبط ملء الفراغ بالرقم المناسب. نحن هي احتمالات، لازم انا اطلع بهذا السطر اللي امامكم او بالعمود او بالكتله ما يتكرر الرقم. يعني نحن عم نحكي عن العمود الواحد سترتينا او لا من كل الشبكه المفروض ما يتكرر؟ هلا ممنوع يتكرر ضمن السطر وضمن العمود وضمن الكتله.
تمام؟ يعني بالصدر في عنا أرقام من 1 لـ9، بالعمود عنا أرقام من 1 لـ9، وضمن الكتلة عنا أرقام من 1 لـ9. تيني ألمك، صار عندي فضول. جربي حلين. لا اليوم عن شوي بعض المعايير اللي بتختلف، مثل ما قلتي حضرتك اليوم مو كل الأطفال يمكن مهيئين إنه هن يدخلوا هذا العالم. تعتبر هاي الألعاب هي مو بس بتنمي قدرات الأطفال، مؤخراً ساهمت بمعالجة بعض الأمراض. طبعاً طبعاً. يعني بتأكيد. شفنا النشاطات بالنسبة للHD يمكن بيسموهم، اللي عندهم بدايات توحد. طبعاً. في كتير تفاصيل خربت الدنيا، هي بدها تحل وبدها تلعب. هذول الأطفال. هاي الرموز. هاي الرموز اللي بتكون فيها. عم تعود للطفولة. خليك بشوف. فخلينا نحكي اليوم قديه مهم. هي اللعبة مو بس تنمية المهارات عند الأطفال السويين، لا، بعض الأطفال بيعانوا مشاكل، كيف تم استثمارها للمساعدة بحل بعض المشاكل عندهم؟ هلا بالحقيقة لما تم تطبيق اللعبة على الأطفال، ومو بس على الأطفال، على الكبار، لاقت فوائد عظيمة. طبق لا فيها طبق جدا. نحن أساسا يعني هي يعني تدريب أطفال ومدرب. يعني عادي لا تأخذ راحتها تماما. هلا الفكرة وين؟ أنه أهم الفوائد أنه بتساعد الطفل على حل مشكلاته الحياتية. ليش؟ لأنه نحن بنعمل على تحفيز التفكير الاستنتاجي عند الطفل. الشغلة الثانية والأهم أنه نحن نرفع تركيز الطفل بزمن كثرة فيه مشتتات مثل ما بتعرفوا. بالإضافة الإنترنت والشاشات. وبالإضافة لأنه بيستغل وقته بالطريقة الصحيحة. يعني اليوم الطفل حقه يلعب، ما فينا كمان نحن نأسره، ولكن نحن فينا نخليه يلعب ألعاب مفيدة بدل ما يلعب ألعاب الإنترنت الفاضي. وعلى فكرة هاي الألعاب هي داخلية أساساً ضمن الآيباد والموبايل والدفاتر العادية، فنحن عم نسمح له يلعب ولكن لعب صحيح. تمام. بالإضافة لأنه نحن بس الطفل يخلص حل الشبكة بالفعل بيشعر بالإنجاز، مو بس الطفل حتى الكبار. لما نحن بنحل شبكات معقدة تحسي بإنجاز، أنا حققت مثل الكلمات المتقاطعة. حتى نحن طلابنا مثل ما بتعرفوا، نحن طلابنا السنة كانوا الأوائل على سوريا بشبكات السودوكو. بالفعل لما هن قدروا يكونوا الأوائل على سوريا حسوا بإنجاز كتير عظيم بهاي الشبكات، وبالتالي هذا الشيء بيأثر على تحسين العلمي. فوائده كتير كتير كبيرة للبرنامج. يعني اليوم أنا عم حاول لسلمة كنت أعرض هيكلية الشبكة، بس نحن هلأ هون كأنه هون هي شبكة 4x4، هاي اللي نبدأ فيها مع الأطفال الصغار. بتلاحظي عندك هي أشكال أحرف، فينا نأخذ الأشكال. تمام، في كذا شكل يعني، بس ولكن هي يعني تمهيدية، خلينا نقول ست رودينا يعني. تمام. ممكن تكون تمهيدية. أنا ما فيني إجراء الطفل علمه مباشرة 9x9، أنا مضطرة أدرج معه لأقدر أوصل له المعلومة بطريقة سلسة وسهلة. هل هذا التدرج كمان له أعمار؟ يعني اليوم انا مثلا اللي بعمر تقريبا، نحن من انو سنه هلا بنعرف الاطفال بيروحوا من عمر السنه ببلشوا يحاولوا يكتشفوا حواليهم. هلا فينا 3 سنين 4 سنين نبدا مع الطفل. يعني الطفل لازم يكون عندنا، شوفي، يقدر بالضبط، لا يقدر الطفل يقدر يحل هاي الشبكات. هو بحاجه انه يكون اول شيء عنده صبر، ثاني شيء قابل لهذا التعلم. ولكن الاهم من الطفل هو المدرب بحد ذاته. اذا المدرب قادر يامن وسائل توضيحيه، هلا اليوم الوسيله التوضيحيه بتجذب. يعني لاحظتي انه هي مسكت مباشره وبلشت تشتغل على الوسيله التوضيحيه. هلا بدنا نحاسبها بس عم حاول ما كرروا شاكرة او لا. لا برافو، عم تشتغل حلو. فهي الفكره وين؟ انه انت بس يكون المدرب قادر على جذب الطفل، على جذب انتباهه، قادر ينتقل من المحسوس للملموس للمجرد، الطفل بيرغب بهاي اللعبة وبيتعلم الطفل الصبر بالصدوق. يعني انت اليوم الطفل عم بتعلميه انه انت حل شبكي ضمن وقت محدد، فالطفل هون بيتعلم السرعة دون تسرع، فهذا الشيء كتير بيأثر على حياته، بيأثر انه هو يصير صبور، هو يصير حابب اكثر. اما بالنسبه للاعمار اللي كنا عم نحكي عنها، فهو جماليه البرنامج انه مقسم لجزئين، جزء للاطفال اللي هو مقسم لثلاث مراحل، وجزء للكبار اللي هو التأسيسي والاحترافي. طيب اليوم وقت لما نحكي على فكره، هي يعني قد ما انا مسليه اخر كم، انا ما فيني كثير نزلها هيك كرمال ما تقع، انا هي اشتغلتها يعني. طبعا. اخر كم فراغ سلمى بدك تكوني كثير دقيقه انه شو بدك تعبي. هلا في مثلث واقع مشان هيك انت اذا هلا انا غلطانه هون غلطه كوتش، شايفه حاطه سهمين بنفس الخانه. طبعا. نفس السطر. بنفس الخانه وهيك شايفة؟ عندك السطر الثاني من تحت بياخد السهم، السطر الأول بدك تشيل السهم. طيب شايفة؟ يعني القصة ما بدها حافظتهم هي الثاني هون،
هي هذا السهم لازم يجي لهون. طيب هذا هون. طيب معناتها القصة مو بس هون. أطفال شايفة طبعا هلا هي متعة وتحدي تحدي. ونحن ضمن تعليم السودوكو بنعلمهم الطريقة، احنا عندنا طرقنا الكثيرة اللي بنعلم الطفل من هو صغير انه انت بدك تفكر بهذه الطريقة بدك تفكر، فهو ببلش يستنتج الطرق المتقدمة. يعني بتبدي بأول مستوى مع الطفل عم تعطيه طريقة، المستوى الثاني بصير هو يعطيك طريقة. حلو. وأحيانا الطفل بيعطيك طريقة بفاجئك فيها بالضبط. يعني انت هي هيك كنا عم نحكي عنها يمكن انه هذا التطوير اللي ما بيخطر على بالنا يمكن لانه بيكون لسه ذهنه صافي طبعا ما نم مشتت بالتأكيد. ولما انت بتجي بتعطيه يعني فرصه انه انت عصف ذهني وبتعطيه فرصه انه هو يشتغل على حاله، فبصير هو انت ما بتلقني، انت عم تعطيه الطريقه الاساسيه وهو عم يتشعب فيها. صحيح. طيب خلينا نقول اليوم في يعني حضرتك حكيتي في مسابقات عم بتصير على هذا الموضوع، نحن اليوم هي مو بس برامج تعليمية ضمن مؤسسات أو ورشات أو ضمن اختصاصيين، لا عم بيصير في مؤخرا كان في مثل ما قلتي مسابقة مؤسسة علمني أحرز وأطفال المراكز الأولى. خلينا نحكي كمان عن هذا الموضوع لأنه جزء اليوم من تحفيز الأطفال هو أنه أنا أكون ناجح ومقدر. أكيد. يعني هي من مبدأ النجمة من لما كنا صغار لكبرنا إلى الآن، مبدأ التحفيز والشكر الإنجاز جميل بشكل والإنجاز عام. بياخد دائما هيك فضول الطفل أكثر. هلا أنا اللي بدي أقول لك يا أن السودوكو مثل ما بتعرف هو برنامج عالمي وليس فقط في سوريا أو في الوطن العربي. هو بدأ يعني اللي عمل البرنامج هو مهندس معماري أمريكي، ولكن تم انتشار البرنامج تقريبا حوالي 84 باليابان وبلش ينتشر بال 2005 تقريبا لما نشرت عنه جريدة نيو تايمز، فبلش الانتشار العام للبرنامج بشكل عالمي كبير. فهلا بلشت تصير المسابقات العالمية. نحن بسوريا دائما بنحاول نواكب دائما التطورات ومنضيف بصمتنا ومنضيف إبداعنا. فمؤسسة علمني عملت مسابقة خاصة لسوريا وبلشنا ننتقل من مسابقات سوريا لننتقل لمسابقات الكوانتوم مثلا بدبي أو مسابقات على مستوى الوطن العربي لبعدين ننتقل بإذن الله لمسابقات عالمية إن شاء الله. نحن دائما بانتظار أي شيء من كان من مؤسسة تعلمني أو من باقي المؤسسات. اليوم نحن عم نراهن على جيل جدا ضمن الظروف اللي عم نعيشها الصعبة إن كان بموضوع الاقتصادي أو بالتكنولوجيا. اليوم نحكي عن الأهل، اليوم يعني كيف عم يكون إقبال الأهل على هذا البرنامج؟ شو عم يلمسوا جديد بأطفالهم؟ وأنت عم درتي أنا خلصتها. برافو. برافو. ممتاز. لا وصحيحة. هلا الحلو انه انت اليوم عندنا نحن اهل مثل ما بتعرفي جيل يعني الاهل كلهم بدهم اولادهم يطلعوا جيل واعي، جيل بيتعلم الاشياء الجديده. هلا بس نحن دائما في عندك هذا الخط اللي هو احيانا بتكوني عم تلمسي بالاهل يعني هيك توتر او لا او ايه عرفتي شلون. فنحن ببدايه البرنامج لما نزلنا هذا البرنامج ونحكى عنه في كثير من الاهالي كانت تتواصل معنا انه شو هو، مثل ما هلا حضرتكم انه شو هو هذا البرنامج احنا ما بنعرف. لما بلشنا نروج للبرنامج وبلشت اول دورات السودوكو بلشت العالم تشوف عن جد قد ايه له اهميه، قد ايه هو ممتع، وقد ايه هذا البرنامج عم يعمل صدى عند الاطفال وعم يقدم فعلا شيء مفيد لهم. طيب قد ايه اليوم اطفالنا يعني بحاجه دائما لمواكبه التطورات بالمهارات الفكريه والعقليه عندهم؟ مثل ما قلنا اليوم نحن عم نراهن على هذا الجيل ضمن ظروف كثير صعبه يعني، وما يضل حجه الاهالي اليوم انه هلا مدرسه ما بدنا نحن نلهي الطفل، اليوم خليه يكونوا عم يمشوا سواسيا يعني علميا ومهارات حياه. هلا دائما التنظيم الوقت للطفل او للكبير هو شيء كثير رائع. فلما انا بدي انظم وقت طفلي بدي اخليه يدرس، اكيد طبعا دائما المدرسه اكيد هي اولويه، ولكن انا لما بنمي مهاراته مع المدرسه هون بحصل على طفل يعني متكامل، على طفل عنده ثقه بحاله، عنده ثقه بخبراته. دائما النجاح باي مهاره بيؤدي للنجاح بالدراسه. تمام. صحيح. فنحن الفكره انه من كل الاهالي خلونا نحن نعبي هاي الساعه الوقت الفاضي عند الطفل اللي نحن بدنا نخليه يلعب فيها ولكن بشيء مفيد ومغذي لعقل الطفل. يعني هون انت عم تشتغلي رياضه للدماغ. هلا سلمى رح تخلص، وما انه خلصت شو رايك سلمى؟ عملت بسرعه وارقام يعني. طيب ما هلا انا عملت خدعه، حاولت خدعه انه انا بدل ما مشي هيك إيه؟ تمام او هي عملت هذا الخط. تمام. بلشت هذا الخط وبعدين عليه بنات لاحظتي انه لسه نحن ما حكينا بالوسائل الاساسيه. تمام. نحن بدانا نفكر
فتخيلي انه الطفل لسه مجال تفكيره اوسع ولسه الطفل مثل ما تفضلتي انه ذهنه صافي عقله نظيف خدعه الالوان خدعه الارقام كله ممكن يربطها ببعض احيانا بيربط لك لون احيانا بيربط لك شكل احيانا رقم احيانا هو بيعطيكي فكره جديده فهذا الشيء اللي نحن كثير بنحبه بالسودوكو بتخلي الطفل يبدع بتخلي تركيزه يزيد انتباهه يزيد مستوى ذكائه يزيد هذا الشيء عم نلاحظه على المستويات المتقدمه. طيب اليوم التحفيز قد ايه مهم بهذا الموضوع تحفيز الاطفال وقت بيعملوا هاي التشكيله وبينهوا بشكل صحيح تحفيزهم يعني لكرمال المراحل الاخرى يعني في هدايا طبعا بدنا نشترك ما في للكبار بس اكيد في تدريب مدربين اكيد حلو. في اطفال وفي حتى اهالي عندنا بتجي بتدرب بتحب انه هي تتدرب كاهالي بغض النظر ما بدها تكون مدرب ولكن هي حابه تتعلم مشان تصير تلعب هي والاولاد بالبيت انه مع اولادها فتحفيز شيء كثير اساسي عند الطفل وعند الكبير يعني انت اليوم اي حدا بتحسي انه انا في جائزه بينبسط بيشتغل هيك بيشتغل اكثر اكيد طيب خلينا كمان نحكي عن فكره مهمه اليوم دائما اي نشاط فكري بيعتمد على الارقام على الالوان على الترتيب على صفاء الذهن بيكون له فوائد بحياه الطفل مو بس ضمن هذا اللعبه او هذا المجال مثل ما بنحكي عن الحساب الذهني بنقول الطفل بيتغير بتحصيله العلمي طبعا. كله مداركه بتختلف كمان هذا قديش لمسته فيه تاثير على حياه الطفل بالحقيقة التأثير عم بيكون كتير كبير عن جد لأنه أول شيء معدل تركيزه عم بيزيد ثاني شيء بيساعده بالدراسة أكثر طبعا أنت مجرد ما أنه قلنا معدل التركيز عم بيزيد يعني الطفل صار تركيزه بالمدرسة أكثر صار بيهتم بأكثر ثاني شغلة حكينا عنها وهي شغلة كتير مهمة أنه الطفل عم يعكس هذا الشيء على حياته بأنه هو يتعلم كيف هو يمشي مع الوقت بطريقة صحيحة بينظم حاله نحن هون دايما بشبكات السودوكو من أول دروسنا بنبدأ بعد ما علمنا وشرحنا نحنوا نبدأ نعطي فكرة الوقت بدك تنجز وبالتالي أخذت وقت أكثر صباح شو أخذ نجمتين مو نجمة أنا هلا لألكي بالضبط نجمتين بدي فهو بيتعلم الصبر يعني أنا بصير طفل صبور طفل عم حل مشاكلي بطريقة صحيحة طفل عندي تركيز أحلى ببلش مستوى ذكائي كمان يزيد دائما نحن ما بنقول نحن ما بنحول الطفل لعبقري ولكن نحن بنشتغل على إنه نطلع مع الطفل درجة درجة ليوصل لطفل متميز جدا طيب سترو ذكرتي نقطة خلال حديثك وأنه حضرتكم جهزتوا لمسابقة على مستوى سوريا وخضتوا التجربة وكانت النتائج جدا جميلة خلينا نضوي على هي الفكرة كيف جهزتوا لإلها شو كان عدد الطلاب وكيف تمت المشاركة هل هي مشاركة على مستوى دمشق فقط أو لا هلا شوفي نحن بمؤسسة تعلمني عم يكون عندنا مسابقة سنوية لأطفالنا بسوريا عم تكون هاي المسابقة لجميع المحافظات وليس فقط لدمشق هي بتكون تنظم على كذا يوم بحيث انه جميع المحافظات تقدر تكون موجوده ضمن هاي المسابقه وتشارك فيما بعد بتنظم بعديها بفتره مسابقه اونلاين لكل اللي خارج سوريا وحابين يشاركوا معنا بسوريا فبيكون في تنسيق كثير جميل الاوائل على سوريا بتحلم المؤسسه فرص يعني مشاركه بمسابقات بالضبط بمسابقات دوليه حتى بتامن لهم احيان عروض اذا كان في امكانيه انه هن يشاركوا بهاي المسابقات وفيما بعد بصير الطفل بينتقل لما بصير يعني يشارك مسابقة الأونلاين وحصل نتائج ممتازة بيقدر يشارك يعني أنه ينتقل من على بلد تاني ويشارك بمسابقات فهذا الشيء كمان عم بيكون حافز عند الطفل وعند المدرب أنا اليوم كتير بحب أنه أنا وصل طلابي لمكان هن يكونوا مبسوطين فيه هن يحسوا حالهم أنجزوا فهذا الشيء كتير جميل وبدي أضيف لك شغلي على السودوكو أنه إحنا عم ننزلها اليوم كتدريس أونلاين مش بس فقط تدريس مباشر يعني احنا مثلا انا اليوم درس مثلا مدرسه التجاري السوريه الافتراضيه نحن من البرامج المطروحه عندنا بالمدرسه غير الميك ماث والحساب الذهني وبرامج كثيره موجوده هي برنامج السودوكو متاح للتعليم الاونلاين لاطفالنا ليستفادوا بهي البرامج كمان يكون لهم حصه معنا يعني معلومات جدا مهمه شكرا لك استاذ رودين واكيد بالتوفيق لك ولكل اعضاء الفريق يلي عم يشتغلوا ضمن مؤسسه علمني على شيء كثير مهم لاطفالنا شكرا لك شكرا لكم يعطيكم الف عافيه شكرا لحضورك اليوم ودائما بتحسي هي المهارات او الشبكات خلينا نقول المهارات هي تكون ملموسه غير الاونلاين او الموبايل يعني مشان الولد هيك يشتغل بدماغه اكثر يعني بالزبط. شكرا لحضورك اليوم انتظار هيك كل شيء جديد من حضرتكم نهاركم سعيد كل اهلا وسهلا اما سلمى نحن وصلنا لنهايه صباحنا لليوم شكرا لك يا سلمى واكيد شكرا للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول لليوم مثل ما بلشنا هذا الصباح بالامنيات الجميله اكيد رح ننهي ونقول لكم ان شاء الله بقيت نهار حلو لكم مع كل الاشخاص اللي بتحبوهم بحياتكم وان شاء الله هيك بالرزق الكريم يلاقونا السبت
اكيد. لا انا سبت مع رشا معي. اليوم مع فاطمه انا موجوده معي رشا، بدنا نصبح عليها اكيد وعلى كل الصبايا الزميلات. شكرا لك. شكرا سلمى. رشا الشكر موصول اكيد لمشاهدينا لحسن المتابعه. بنتمنى نكون قدمنا من فقراتنا اليوم وضيوفنا الاختصاصيين كثير من المواضيع يلي فادتكم وعطتكم معلومات جديده. بكره الجمعه بيست اوف لاهم فقراتنا خلال الاسبوع. لا تنسوا تراسلونا لاي مواضيع بتحبوا تكون ضمن صباحاتنا اليوميه. تضلوا بالف خير. باي باي.